أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان التهجئة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا، أن نحدد أصول الكتابة أي التهجئة. ثانيا، أن نعدد أنواع الأصوات للحرف. ثالثا، أن نستنتج أن هناك كلمات قليلة نلفظ فيها صوتا لكننا لا نكتبه. رابعا، أن نستنتج أن هناك أحرفا نكتبها ولا نلفظها. خامسا، أن نستخرج من النص كلمات فيها أحرفا تكتب ولا تلفظ. سادسا وأخيرا، أن نستخرج من النص كلمات فيها أحرفا تلفظ ولا تكتب. فهيا بنا لنبدأ. أعزائي، بداية سنتعرف أصول الكتابة أي التهجئة. طبعا في اللغة العربية هناك جملة من الأحرف وهي أحرف هجائية، وطبعا لكل صوت في اللغة العربية صورة، أي لكل حرف نلفظه كتابة معينة، وترسم الأصوات متتابعة لنكون فيها أو من خلالها كلمة محددة. فمثلا نقول ربح، فنحن نكتبها الراء ثم الباء ثم الحاء، وبهذا تتشكل لدي كلمة ربح عند كتابتها متتالية كما نسمعها. طبعا أصدقائي، قبل قليل تحدثنا أن في اللغة العربية جملة من الأحرف تكون الكلمات ونكون الكلمات من خلالها. طبعا فلغتنا العربية تتكون من 29 حرفا، 28 حرفا هم الأحرف التي نعرفها، والحرف 29 هو الهمزة. طبعا لكل حرف من هذه الأحرف عدة أصوات، فصوت ساكن مثل أن نقول إب إب، أو من الممكن أن يكون ثلاثة أصوات قصيرة ب بو بي، وذلك تبعا للحركة التي تكون على الحرف: الفتحة ب، الضمة بو، الكسرة بي. وهناك أخيرا ثلاثة أصوات ولكنها طويلة، فأن نقول با، فهنا اتصل بحرف الباء الألف، فيجب أن نمد هذا الحرف فنقول با، أو بو فاتصل بحرف الباء الواو فنمده بالشكل التالي بو، أما بي فهنا اتصل بحرف الباء حرف الياء فهنا يجب أن نمده بالشكل التالي وهو بي. إذن هناك صوت ساكن وثلاثة أصوات قصيرة وثلاثة أصوات طويلة. والآن أصدقائي فلنلاحظ سوية للكلمات التالية. فبداية لدي هذه المجموعة من الكلمات، فلنلاحظ لفظها: هذا، هذان، هذه، هؤلاء، هكذا، ذلك. طبعا أصدقائي، هل لاحظنا في اللفظ زيادة حرف بعد حرف الهاء عندما قلت هذا؟ أحسنتم، فذلك تبعا للأصوات الثلاثة الطويلة. ولكن هنا، هل هناك في الكتابة هل يوجد حرف ألف؟ أحسنتم، فهنا إذا لاحظنا أنه في الأصل هذه الكلمات تكتب بهذا الشكل بإضافة الألف، ولكن في الكتابة الأصلية لا نقوم، أو في الكتابة الثانوية لا نقوم بكتابة هذه الألف. فإذا هناك كلمات قليلة نلفظ فيها صوتا لكننا لا نكتبه، مثل حرف الألف في الكلمات السابقة التي مرت معنا. فمثلا عندما قلنا هذا فنحن لفظنا ها ولكننا نكتبها ها، فقلنا هذا.
وكتبناها فقط ها وبعدها حرف الذال. أما المجموعة الثانية فهي الله إله لكن لكن. أصدقائي هنا عندما قمنا بلفظ هذه الكلمات، هل هناك أحرف قمنا بلفظها ولكنها لم تكتب؟ أحسنتم، فإذا هذه الكلمات في الأصل تكتب بهذا الشكل: الله إله لكن لكن بإضافة لا أو بكتابة لا. فهنا أيضا نستنتج أن هناك كلمات نلفظ فيها صوتا لكننا لا نكتبه، مثل لا في الكلمات السابقة التي مرت معنا فقلنا، أو عندما قلنا لكن قمنا بلفظ لا ولكننا نكتبها لا لكن. والآن أصدقائي فلنلاحظ سوية الجملة التالية. فالجملة الأولى: هؤلاء اجتمعوا. فعندما قلت كلمة اجتمعوا، هل أنهيتها بواو أم ألف؟ أحسنتم، بالواو. إذن هل لفظت الألف الأخيرة؟ ممتاز، لم ألفظها. الجملة الثانية: كان استخدام الميزان مناسبا. فعندما قلت كان استخدام، فكلمة استخدام عندما قلت استخدام، هل لفظتها بنفس لفظ كان استخدام؟ أحسنتم، ما هو الفرق بين اللفظين؟ ممتاز، أنه في الأولى عندما لم يكن كلمة قبل كلمة استخدام قمت بلفظ الألف، ولكن عندما سبقها كلمة قمنا بعدم لفظ الألف. الله يحب التسامح. فكلمة التسامح ما نوع للتعريف هنا؟ هل هي لام قمرية أم لام شمسية؟ ممتاز، لام شمسية. فهل أقوم بلفظ لام الشمسية؟ ممتاز، فأقول الله يحب التسامح ولا أقول الله يحب التسامح. وأخيرا عيسى ابن مريم. فهل قمت بلفظ الألف عندما قلت عيسى ابن مريم؟ كلا، أحسنتم. وإذا قلت ابن، هل قمت بلفظ الألف؟ ممتاز. إذن فنستنتج أصدقائي أن هناك أحرفا في اللغة العربية نكتبها ولا نلفظها، مثل الألف بعد واو الجماعة. فعندما قلت اجتمعوا قمنا بعدم لفظ الألف الأخيرة، وأيضا همزة الوصل في كلمة استخدام وهي تلفظ في ابتداء الكلام ولكنها تسقط بالوصل، وبعدها في اللام الشمسية مثل كما قلنا الله يحب التسامح فاللام الشمسية لا تلفظ، وأخيرا في عدة أسماء مثل ابن، ابنة، امرأة، اثنان، اثنتان، واسم. فنحن نلفظها إذا لم تكن موصولة وتسقط عند الوصل. والسؤال أخيرا يقول أصدقائي: استخرج من نص منى والميزان كلمات تحوي على حرف يكتب ولا يلفظ وحرف يلفظ ولا يكتب، وشاركوني أصدقائي عند حلكم لهذا السؤال بهذا الحل. أصدقائي سنتذكر ماذا أخذنا في هذا اليوم. فأخذنا في هذا اليوم أولا تحدثنا وقلنا أن من أصول الكتابة والتهجئة أن لكل صوت في اللغة العربية صورة، وترسم هذه الأصوات متتابعة لتكون الكلمات، وأن لغتنا العربية تحتوي على 29 حرفا، لكل منها صوت ساكن وثلاثة أصوات قصيرة وثلاثة أصوات طويلة. وقلنا أيضا بأن هناك كلمات قليلة جدا نلفظ فيها صوتا لكننا لا نكتبه، مثل حرف الألف، وهناك كلمات نلفظ فيها صوتا وأيضا لا نكتبه مثل لا. وهناك أحرف في لغتنا العربية نكتبها ولا نلفظها، مثل الألف بعد واو الجماعة فنقول اجتمعوا، وهمزة الوصل
مثل استخدام واللامس الشمسية فنقول التسامح، وأيضا في عدة أسماء مثل ابن، ابنة، امرأة، اثنان، اثنتان، واسم. وذلك عندما تكون هذه الكلمات في حالة الوصل فإننا لا نلفظ هذه الألف. وبهذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم. وفي حال وجود أي استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.